التراب المليونات كلها هتطلع برا. بيمشي يقول لك لا لا نحن دي حكومة الثورة. قدمت شنو حكومة الثورة بتاعتك؟ كذبت وعدت وفشلت. رأيك شنو انت؟ وعدت وفشلت وعدت وفشلت وعدت وفشلت وفاشلة كل يوم والتاني. وأقصد ناس كلهم والإخصاء الحقيقي موجود في كل حتة. الإخصاء موجود في كل الأجهزة العدلية والحكومية كلها فيها إخصاء واضح جدا وبدون أي مبالغة. تعالوا وروني جسم نظيف في حكومة الثورة. مين حمدوك فوق؟ مين حمدوك فوق؟ دي مش حكومة الثورة أي لحد مدني عباس مدني. خليني من الأساكر دين دينوا معروفين حركة إسلامية وأبو دقون بلا اثنين ثلاثة. والآن هم يفتشوا لهم في طبلاتية والمطبلاتية بتاع إنهم جابوا السلام من جوبا معاهم. دين مطبلاتية بتاع إنهم بقول لك تعالوا لنا في القيادة نمشي نجيب ملف تاني وبعد ذاك أنا بفك قاحمتي بمشي محل تاني. الله يفيد أصلا اسمه دق عملوا شير ولايك. بمشي بجيب لك حاجة تانية عشان ما تقول أنه أنا قاصدك. شير شير أرقد. الحلقة دي ما هتكلم فيها عن التطبيق، هتكلم فيها عن تاريخ الصراع والعداوة ما بين إسرائيل والسودان. لأن الناس شايفوا حاليا بيتكلم عن موضوع التطبيع وبنظروا فيه من غير ما الكلام ده احفظه كويس انت برضو يا قحاط يا لأنه ديل مواقع ما قاعدة تكذب. لا موقع البعشوم ولا الموقع اللي قبل شوية احنا جبناه، دي مواقع موثوقة. والبعشوم له التحية ابن الحركة الإسلامية كويس وابن حركة الإسلامية الحقيقية، أسرته أهله أبوه أخوانه من الحركة الإسلامية ورجل شقال لحد يوم الليلة كويس في الحركة الإسلامية بعشوم ذاته يعني كويس. وبيختفي وبيجي لكن موجود الآن وله التحية. قدم ما فيه الكفاية من الوثائق. ده الإنسان الوحيد يعني في دائما قالوا النار برتد الرماد. في ناس يعني طلعوا من صلابة أبحاتهم لكن هم رماد ما قادر يطلعوا معلومات. وفي ناس طلعوا من سلوب أبهاتهم لكن ناس نضاف بيخدموا الوطن وبيطلعوا الحقائق. يعني في كوز أحسن من صوري ما فهم حاجة. ليه؟ لأنه ده عارف وبيريك الحقيقة. هو ما معك متلبت لكن بيريك النصيحة إنت بتابعه. والكوز اللي بيقول لك النصيحة ده إنت شيل نصيحته. أنا أسئل وقلنا كان منشير كلام زنون الكوز ده ودى التراب المعروف لا دار له قلات ولا اثنين ثلاثة. والله أحسن من الناس المشي جوبة أقسم بالله العظيم. والله أحسن من الناس المشي جوبة الباعوا دم الشهداء دين زنون أحسن منهم. بيه أحمد الضي أحسن من الناس دين. رأيكم شنو انتم؟ ما نعرف نحن أصلا مشكلتنا السياسية مع إسرائيل بدأت بتين وأسباب شنو؟ نقدر علاقة إسرائيل بالدول الأفريقية. العلاقة بتاعت الإسرائيليين واليهود بدت مما كان بيفتشوا في دولة يسكنوها ويستوطنوا فيها. كان عندهم مشروع غير مشروع فلسطين اسمه مشروع أوغندا، وده خططوا له في مؤتمر اسمه مؤتمر أوغندا في
1897، فهم كانوا شايفين المناطق اللي في أوغندا والمناطق اللي في كينيا ممكن يعملوا فيها مستوطنات وتبقى أرض حقتهم ويسكنوا فيها ويكونوا فيها دولة. المشاريع بتاعتهم دي اترفضت في مؤتمر اسمه المؤتمر الصهيوني الخامس، قام في 1905، فجلوا الفكرة بتاعت المشروع بتاع أوغندا وبيقوا مركزين على مشروع بتاع فلسطين. لكن علاقة اليهود واصلت وزادت مع الدول الأفريقية، حتى أثيوبيا علاقتهم بقت معاها قوية جدا، لأنه في أثيوبيين بيشوفوا إنهم هم ذاتهم إسرائيليين وأحفاد ولد من أولاد سليمان. هم طبعا الأثيوبيين بيشوفوا إنه الملكة سبا دي ما يمنية، ملكة سبا دي أثيوبية. المهم قصة طويلة، أنا بدأت بالدول الأفريقية عشان تفهم إنه ليه إسرائيل عندها علاقة مع كينيا وعندها علاقة مع الدول اللي حوالين السودان. نجي للسودان، النخبة السياسية الموجودة في السودان هي اللي بدت العلاقة مع إسرائيل وهي اللي بدت العداء مع إسرائيل، وحوريك كيف. لو نرجع للتاريخ شوية ورا حنلاقي إنه جمال عبد الناصر كان عاوز يعمل ركز في الكلام ده كويس عشان تاني ما تزعزون كلام ده، بس ركز فيه كويس. كن ركزت فيه كويس في حاجة بتهمك هنا يا حميدتي، تعال أرقد، انت قاعد جوا هنا، تعال أرقد. اسمها دولة وادي النيل الكبرى، وده طبعا اسم بتاع دلع كان بيستخدموه المصريين عشان يحتلوا السودان. الأزهر لأنه كان اتحادي في البداية الموضوع مشى فيه، كان مؤمن جدا بوحدة السودان مع مصر، لحد ما اكتشف انه المصريين ما عاوزين اتحاد، عاوزين احتلال. الإعلام المصري كان بيلمع الأزهري هو نفسه الإعلام المصري اللي بقى يهاجمه، لأنه الأزهري عرف الأطماع بتاعة النخبة المصرية. المهم الموضوع طويل، النقطة المهمة انه زي ما في حزب اتحادي مؤمن انه يتحد مع مصر، كان في حزب الأمة المؤمن تماما انه السودان يكون للسودانيين، وضد الفكرة بتاعت الوحدة مع مصر، وشوف انه ده كلام فارغ. فحزب الأمة عمل شغل كبير، اتواصل مع بريطانيا وطلب من بريطانيا انها تتدخل عشان توقف الخطط بتاعت عبد الناصر، وفعلا بريطانيا دعمت حزب الأمة، وحزب الأمة قال المخابرات البريطانية نحن مستعدين نتعاون مع الشيطان بس السودان ما يكون تحت مصر. طبعا الشيطان في الوقت ده إسرائيل، فضابط المخابرات البريطاني قال لهم خلاص عندنا دبلوماسي إسرائيلي اسمه مردخاي، تقعدوا مع مردخاي ده ولا مردخاي ويكون هو الحلقة تحت الوصل. الممثل بتاع حزب الأمة اللي اسمه محمد أحمد عمر في شهر 9 عام 1956 لقى بن غوريون في إسطنبول، والمنسق كان بتاع الاجتماع ضابط مخابرات إسرائيلي اسمه جوش بالمر، ودي كانت بداية الاجتماعات مع إسرائيل وأول علاقة ما بين حزب سوداني وقيادات سياسية إسرائيلية. والعلاقات جرت وفي خبراء إسرائيليين جو يدربوا السودانيين على القطن، وبدت علاقات كويسة، وحتى كان في اجتماعات، يعني بيقول انه كان في اجتماع ما بين عبد الله خليل وما بين جولدا مائير في فندق في باريس في فرنسا. فنحن في الوقت ذاك علاقاتنا مع اسرائيل كانت سمنة على عسل، العدو الحقيقي كانت النخبة المصرية وخصوصا النخبة السياسية، لانه دي كان همها مصلحتها والمصلحة بتاعت دولتها، والنخبة السودانية ما كان عندها مشكلة. يعني السد العالي في 1956 مصر كانت بتخطط له، وبعد ما بنوه غرق الاثار السودانية وهجر الأهالي، والنخبة السودانية كانت موافقة وما عندها أي مانع، والنخبة السودانية نفسها وقفت مع مصر في الحرب بتاعت عملية قادش اللي بيسموها حرب السويس، اللي هي كانت ما بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ضد المصريين. وبرضو النخبة السودانية وقفت في حرب الأيام الستة مع المصريين، اللي هي الحرب اللي كانت في 1967، والسودان بقى واقف في صف العرب وبيحارب في إسرائيل، واعتبروا إنه إسرائيل العدو بتاعه، وبعديها عملوا القمة بتاعت اللقاءات الثلاثة في الخرطوم المحطمنا نبيها الأيام دي. والغريب إنه في الوقت ذاك برضو العمل العداوة هو حزب الأمة مع إسرائيل، يعني حزب الأمة هو العمل العلاقة وطلب الدعم الإسرائيلي، وهو البدء العداوة وخلى إسرائيل تقبل علينا. وبرضو في عام 1973 كانت في حرب أكتوبر، أو هي حرب يوم كيبور، ويوم كيبور ده كان الرمضان بتاع اليهود، يعني هم رمضان عبارة عن 24 ساعة، بيختصر رمضان في يوم واحد، واليوم الواحد ده لا بيأكلوا فيه لا بيشربوا فيه لا بيعملوا فيه أي شغل. فالمصريين هجموا عليهم في اليوم ده، والسودان رسل برضو قوات، ودي ما أول مرة، يعني قبليها في 1969 السودان برضو رسل وحدات من الجيش السوداني. السودان في كل الحروب كان طيب. قبل ما نمشي هناك، يعني رأيك شنو في حزب الأمة ده؟ ورط السودان أكثر من 160 سنة، مورط السودان بتتسير حزب الأمة وبتابع زول اللي بيقول النصيحة التمكوس برضو الأراضي بتاعته للجيش المصري، بيفتح الأراضي بتاعته لسلاح الجو المصري، بيخلي المعدات العسكرية المعسكرات بتحت التدريب كلها جوا الأراضي السودانية، والسبب إنها تكون بعيدة من مدى الصحة.
الصواريخ الإسرائيلية، فإحنا كده بدينا العداوة والحرب مع إسرائيل برغم إنها ما هبشتنا، هبشت العرب وهبشت مصر. الإسرائيليين قالوا ما دام السودان يتدخل في مشاكلنا نحن برضه نتدخل في مشاكله، خصوصا إسرائيل عندها استراتيجية اسمها شد الأطراف، فشافت إنه في حركة بتاع التمرد في جنوب السودان، الوقت ده كانت في أول حركة تمرد، وكانت حركة انفصالية اسمها أيانيا ون، ودي القائد بتاع اللواء جوزيف لاكو، اتصلوا به ضباط إسرائيليين موجودين في القنصلية الإسرائيلية في أوغندا، قالوا له نحن وإنت العدو بتاعنا واحد وهو النخبة العربية الموجودة في شمال السودان، حنعمل لك معسكرات في أوغندا، حندرب لك ناسك، حنمدك بأسلحة، وفعلا إسرائيل رسل الضباط ودربوا القوات بتاع جوزيف لاكو، وكان برضو بدوه الأسلحة بطيارات بتاع شحن من نوع DC-30، والأسلحة ما كانت إسرائيلية، دي أسلحة غنائم أخذتها إسرائيل في حرب الست أيام، أسلحة سوفيتية وأسلحة بريطانية. في نفس الوقت بهناك إسرائيل عملت برضو حرب بتاعت مياه، لأنها كانت مسيطرة على النيل الأزرق عن طريق أثيوبيا، وعملت مشاريع زراعية الحدود الأثيوبية السودانية، وهي برضو مسيطرة على النيل الأبيض عن طريق كينيا وعن طريق أوغندا وعن طريق بحر الغزال. فالسودان بعد ما شاف إنه إسرائيل حاصرته وإنه الحركة بتاعت أيانيا دي مدعومة من إسرائيل، فعمل اتفاقية في أديس أبابا في عام 1972، وانتهى الموضوع والحركة انتهت وحصلت اتفاقية كويسة يعني. لكن الاتفاقية دي العالم العربي كله وقف ضد الاتفاق، مع إنه الاتفاق وقف الحرب يعني، لكن العرب وقفوا ضد الاتفاق انتخذوه. بعد سنوات قامت جاتنا برضو حركة جديدة اسمها أيانيا 2، وبعد كده ظهر لنا جون جرن، ورجعت النخبة السودانية تاني تعادي إسرائيل الشيوعيين بهناك شبكوها لك الإمبريالية الصهيونية، وريميري نفسه بيقى يمول حركة فتح، وبيقى بيستقبل في اللاجئين الفلسطينيين، وبيقى بيدعم في عرفات، برغم إنه في الفترة الأخيرة عمل عملية تحت الفلاشة وحسن علاقته مع إسرائيل، ودي حقه عمل ليها حلقة براها حاسميها عملية موسى، ممكن أنزلها بكرة أو بعد بكرة. بعد النميري جول كيزان طرزوها، استلموا من إيران 30 مليون دولار، مولوا بها حركة حماس، جابوا كل المطلوبين من إسرائيل وحموهم جوا السودان، أدوهم جوازات زي أبو نضال اللي هو اسمه صبري البنا. إسرائيل ردت عليهم إنها دعمت جون جرن، عملت معاه علاقات أقوى، دربت الناس بتاعينه وخلته يقابل ذات قيادات في إسرائيل، أدوه صواريخ من النوع تاو، ومولوا بأسلحة من النوع فولكانو، وأدوه أسلحة بتاعت رشاش من النوع العوزي، وخلت اللوبي اليهودي في أمريكا يضغط عشان الجنوب ينفصل. والكيزان خصوصا اللوبي بتاع ناس نافع اللي هو بتاع ايران ما بيكفوا، بيجوا يوفروا برضو الاسلحه الايرانيه وبدوا الاسلحه الصينيه والروسيه لحركه حماس، فاسرائيل قالت لهم خلاص انا حقوم اتدخل عسكريين جوا السودان، فعملت عمليات عسكريه جوا شرق السودان. في 2009 ضربت شحنه من الاسلحه فيها 17 شحنه سلاح ايراني كان ماشي لحركه حماس، وماتوا فيها ناس كتار جدا. في 2011 ضربت برضو عربات في شرق السودان فيها واحد تكون مسؤول بتاع تهريب الأسلحة لقطاع غزة، وبرضو الضربة الكبيرة كانت ضربة مصنع اليرموك، دي جات بثمانية طيارات، ودي طبعا طيارات كلها طافية النور. وغير الغارات الإسرائيلية بسبب إن السودان بيدعم في حماس، إسرائيل برضو تدخلت ودعمت أزمة دارفور ودعمت حركات التمرد في دارفور. أنا أجيب هنا وبكرة حواصل في عملية موسى وعملية سبأ اللي قام بها الموساد، ونتكلم برضو في تطبيع السودان مع إسرائيل وبدايته كانت 200 وين. ده لو خطيته في راسك بس كسوداني ما بتفتش حاجة تانية، كلكم حاجة تانية ما بتفتشها. الناس الحسي قاعدين في الحكم ديل كذابين بصراحة كده، هم ضيعوا السودان ده، وهم أكلوا السودان، وهم الآن المتقولين عليه، وهم الجايبين كل البلاوي الحسي موجودة دي. ما تقعد تفتش، إذا دارين دبني دولة سودان يكون زي رواندا، يجب علينا نتنازل من أخوي وأخوك وقريبي وقريبك، وكلنا نكون حمنا للوطن ونحاسب أي مجرم، أي مجرم يتحاسب. نتنازل من الأحزاب، نتنازل من أي قريبي وقريبك، حتى لو عويزاته لو كان مجرم مفروض إنتنا ما تقبل به في جمهورية السودان. التحية لكم، دمتم ودام الوطن بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.